يستضيف اليوم ملعب سويس كانال ستاديوم بالإسماعيلية مباراة قوية وهامة في دور النصف النهائي من بطولة كأس إفريقيا للشباب بين المنتخب التونسي والمنتخب السنغال في قمة المباريات اليوم. الكل يود مشاهدة المباراة. إذا ما عليك فضل تضغط زر لايك والاشتراك بالقناة وتابع معنا هذا الفيديو حتى النهاية. سوف تلعب هذه المباراة في تمام الساعة 3 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، والساعة 2 مساء بتوقيت غرينيتش، وسوف تنقل تلك المباراة على قناة بي ان سبورت 3 و4. تجدون البث في صندوق الوصف بجودة فول اتش دي وبدون تقطيع. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة واشتركونا توقعاتكم للمباراة. من سوف يفوز هل المنتخب التونسي او المنتخب السنغال؟ ونتمنى الحظ الموفق للمنتخب التونسي لكي يفوز في المباراة والمرور الى نهائي كأس افريقيا للشباب.